السلام عليكم. السلام وعليكم عليكم السلام، جميعا. ازيك يا دكتور؟ الو، ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ كان في ملاحظات ان الصوت ما فيش صوت. لا الحقيقه ما كنتش لسه اتكلمت، كنت منتظر بس لما يجي الساعه 8. تمام. ممكن نبدأ الآن؟ طيب يا ريت، يعني اتفضل حضرتك. تمام. النهارده ان شاء الله يعني اهلا بحضرتك اولا، وبنشكر الدكتور احمد عادل صالح. ان شاء الله هيقدم لنا كورس عن البايثون بروجرامينج فور هيدروجيستس. ان شاء الله الكورس ده هيبقى مجانا باذن الله، وجزاه الله كل خير. الدكتور احمد صالح تخرج من هندسه شبرا بنها في عام 2002 قسم الهندسه المدنيه، وهو يعمل بالمركز القومي لبحوث المياه تابع لوزاره الموارد المائيه والري، حاصل على الماجستير في الهايدرو انفورماتكس، وحصل على الدكتوراه من جامعه عين شمس في اداره مخاطر السيول. ويعمل طبعا يعني ما شاء الله في العديد من موضوعات هندسه المواد المائيه والري، وخاصه الهيدرولوجيا السطحيه في المناطق الجافه. جزاك الله كل خير يا دكتور، وحضرتك تقدر تفضل دلوقتي. جميعا انا دلوقتي انا عامل شيرنج للسكرين عندي، فتمام واضحه عندكم؟ المفروض السلايد الاولانيه من البرزنتيشن. تمام، واضح جدا يا دكتور. واضح. طيب ابدا بقى ان شاء الله. مش مهندس حضرتك برضو عشان يبقى يعني زياده تاكيد التسجيل. بالضبط. طيب خلاص انا ماشي تمام يا فندم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ انا اشكركم جميعا يعني على الحضور. الحقيقه يعني ده شرف ليا، وارجو ان ربنا يجعلني يعني عند مستوى تطلعاتكم. الكورس لما عملته في الاول كان بايثون بروجرامينج فور هيدروجيستس، وهقول لكم دلوقتي يعني ليه انا عملته كده. بس لما عملنا يعني كان فيه استبيان قبل المحشور، في نتيجه الاستبيان ممكن فعلا نعدل شويه في الغايه بتاعت او الكونتنت بتاعت الكورس من خلال هذا الدوره. هي تبقى دوره يعني ان شاء الله بسيطه، لان دي الليفل الاولاني للبيجنرز اللي عايزين يخشوا على اللغه ديت. ان شاء الله في البرزنتيشن بتاعت النهارده هناخد مقدمه على الكورس، وهنحاول نعرف ليه يهمنا البرمجه، واشمعنا لغه البايثون بالذات، ايه البرامج اللي احنا محتاجين ننزلها عندنا على الجهاز علشان نقدر نستخدم لغه البايثون. وبالاضافه للكونتنتس اللي مكتوبه ديت هشوف بعض الامثله لاكواد مكتوبه بالبايثون، وهنحاول برضو نمشي ايدينا شويه في البرنامج قدر الامكان على حسب يعني الوقت ما يسمح. يعني اول حاجه تعالوا ناخد مقدمه على الكورس، الدوره التدريبيه بتاعتنا. لو حبينا نتعرف على بعض في الاول، ف انا اشكر هو عرفني ليكم، فخلاص يعني ممكن نتجاوز. بس هو السؤال ايه التعابين الكتيره اللي انا حاططها عندي في الشاشه ديت؟ هو ده اللي هنعرفه بقى في السلايدز اللي جايه. للمزيد من التواصل، احنا عاملين مجتمع صغير كده للمهتمين بالهيدرولوجي، سميناه الارب هيدروجيست. ده جروب على الفيسبوك من حين لاخر، وكمان عندي قناه على اليوتيوب بحاول احط فيها يعني عدد من المناقشات والموضوعات العلميه، وان شاء الله الفيديو ده هتلاقوه اتحط على، وان شاء الله تلاقوا فيها حاجات مفيده. انا عن نفسي في الماجستير كنت محتاج البرمجه، لاني كنت بعمل زي اوتوميشن لعدد من البرامج وير بستخدمه بيطلع ريزلت، لكن الريزلت دي كنت عايز ادخلها في لوب علشان تتعملها رانا اكتر من مره. فكان كنت محتاج لكن كنت محتاج اضيف عليه حاجه عشان تعمل تكرارات كتيره، وده يعني ضروره ملحه في عدد من التطبيقات. في الدكتوراه كنت بشتغل جزء من الشغل بتاعت المكانيه وتحليل بيانات السيول والامطار وحاجات كده، فكنت محتاج طبعا كتير منكم عارف برامج الجي اي اس، لكن ما كانش كان كافي ليا محتاج اعمل اتريشن ولوب كتيره، فاحتجت ان انا اكتب كود.
فالتجربتين دول ودوا يعني فرضوا عليا وعلى كتير من المشتغلين في البحث العلمي ان هم يتعلموا البرامج، وان احنا عرفنا ان السوفت ويرز الموجوده رغم انها فعلا حاجه يعني ثريه جدا، الا ان الانسان برضه بيحتاج في ما يتعلم برمجه ويطبقها. الاستبيان اللي اتعمل قبل الدوره انتم مشكورين، يعني كان في استجابات كويسه جدا. هنلاحظ ان في منهم ناس يعني متخرجين من سنة حاجة وتسعين، يعني فعلا في مقام إخواتنا الكبار، وشيء يشرف يعني إن فعلا في ناس حريصة على التعلم في أي، يعني لا تتوقف عن طلب العلم، جزاهم الله خيرا. وهنلاقي برضو عندنا شباب لسه متخرجوش، هيطلعوا إن شاء الله سنة لغاية سنة 2023 معانا ناس، يعني هم دلوقتي الأغلبية عندنا هيتخرجوا السنة الجاية إن شاء الله. ففعلا دي يعني ناس عارفين ان هم محتاجين البرمجه كأحد ابواب فرص العمل، فربنا يقدرنا يعني، ويكون هذه الدوره خطوه ليهم في فتح هذه الابواب. ويعني ان شاء الله تكون. لو بصينا على، كان في سؤال عن تخصصك ايه واهتمامك، يعني طبعا كان الكتابة مش بسلكشن، يعني مش بتختار حاجة من قائمة، لكن بشكل عام هنلاقي إن معظم حضراتكم مهندسين بشكل عام، وفي كتير مهندسين مدني يعني، لكن في تخصصات مختلفة. فإن شاء الله يعني اللي أنا كنت بقول لكم عليه في أول سلايد، أنا كنت عامل الدورة ديت بس للمهتمين بهندسة الموارد المائية. كلمة بس هنا بمعناها إن الأمثلة اللي أنا البروبلمز اللي هنحاول نحلها ونتمرن عليها كنت مركز فيها على مواضيع المية، لكن لان حضراتكم يعني من تخصصات مختلفة، فده هيخليني ان شاء الله في المقابل تبقى الامثلة اكثر يعني شمولا للهندسة بشكل عام يعني، وربنا يقدرني على هذا الامر يعني. لما تقييمك لنفسك ايه في البرمجة؟ كان 75% من ملوا الاستبيان بيقولوا احنا يعني لسه ما تعلمناش البرمجه، هنبدا مع بعض يعني هذا الطريق. وفي نسبه قليله شويه، عارف يعني حوالي عشر اللي ملوا الاستبيان، خمس اللي ملوا الاستبيان دخلوا في الموضوع. يعني التجربه دي كلنا مرينا بيها، انك تتحمس شويه وتخش تقرا كتاب سريع او تحضر يعني كذا حلقه على اليوتيوب وبعدين ما تكملش. فاظن هي ديت اللي معانا في الفئه 2، ومعانا عدد يعني مش كتير اللي هم شايفين فعلا ان هم متمرسين، ودول انا يعني بستاذنهم يعني ايه معايا في اعداد هذه الدوره او بتعليقاتهم اللي اكيد هتبقى بناءه، وفعلا يوجهوني لو في اي حاجه تستحق التطوير او التصحيح في خلال هذه المحاضره. الأهداف إحنا عايزين كلنا نطلع من يعني هذه المحاضرات وإحنا عندنا فكرة على مبادئ البرمجة، إحنا نقدر البرمجة في إن نحل المشاكل البسيطة. أقصد هنا يعني بالبيزك ليفل أوف بايثون بروجرامينج، إن إحنا طبعا البرمجة بتستخدم، فكرة البرمجة أساسا هي حل المشاكل المعقدة جدا يعني. فبما ان ده كورس مقدمه، فعلى الاقل ننتهي واحنا بنعرف نعمل برامج تساعدنا ان احنا نشيطها المباشر. عايز كمان نعرف نبقى عندنا القدره ان احنا نقرا الاكواد، يعني طبعا زي ما احنا عارفين ان انت يعني تقرا قصيده اسهل تكتب واحده، ده طبيعي يعني. فالفكره هنا ان احنا زي اي حد هناخد وقت طويل على ما نبقى عندنا القدره على كتابه اكواد يعني بوظائف كبيره، لكن اسهل من كده ان احنا نعرف لما نمسك كود حتى لو احنا لسه ما وصلناش لليفل كتابته، لكن على الاقل نقدر نفهمه ونفهم الاوامر بتاعته بشكل عام. رابع هدف عندنا اللي هو ان احنا نبقى عندنا فكره جيده عن البايثون. هنشوف دلوقتي يعني ايه، هل في حاجه اسمها بايثون وحاجه اسمها بايثون باكجز. هنحاول هنشوف الحكايه دي ان شاء الله النهارده مع بعض، علشان دي مهمه جدا ان احنا نفهم لغه البايثون هي عباره عن ايه، هل هي كيان واحد ولا عباره عن
كيانات يعني مختلفة متحدة مع بعض عشان تشكل حاجة اسمها بايثون. وآخر حاجة اللي هي حل المشاكل البسيطة، أنا يمكن كنت قلتها وأنا بتكلم على نقطة سابقة، لكن يعني كده احنا غطينا الأهداف بشكل عام. ولو حد يرى أهداف مش مكتوبة هنا برضو يعني إيه، يا ريت يكتبها لنا. الهدف من الكورس دوت الثراء. احنا عندنا مشكلة ان احنا يعني في حاجة لازم يعني نستفيد منها. شخص واحد بيتكلم عن البرمجة مهما كان هو شخص يعني متميز، هيبقى دايرة تأثيره محدودة. انما لو في ناس كتيرة بتتكلم في موضوع، واحد بيسهم بشيء وكل واحد بيحط درس على اليوتيوب او مقالة او غيره، هيحصل ستورم او عاصفة كبيرة تنشر المعرفة دي وتخليها مشاع حتى لغير المختصين. يعني لو بصينا على اليوتيوب كمثال او على الكتب، هنلاقي وفرة وثراء كبير جدا في المنتج الاجنبي. الحقيقة احنا يعني لو ساهم في بناء مجتمع نشيط في التعامل مع البايثون او مع لغات البرمجه، هيكون شيء مفيد جدا ان شاء الله، وهنلاقي ثراء في مجتمع قوي عربي بيتكلم في جي اي اس. لو حضرتك يعني حد دخل سيرش على جي اي اس او نظم المعلومات الجغرافيه، هيلاقي مجتمع عربي كتيره ورجاله في اسهامات وفي شغل كتير. ده بيسهل الطريق جدا على كل واحد في هذا الفرد ان يعلي مستواه، وبيسهل الطريق على الجداد اللي لسه ما دخلوش في الطريق ده بسهوله وبيسر يعني. فده كان يعني احد اهداف هذه الكورس اللي احنا فيه دلوقتي، ان احنا بنضيف الى العالم اسهام عربي. وانا متاكد ان اللي حاضرين هذه الدوره في وقت قصير جدا هيعملوا هم دورات اخرى، وهيبقى دوره من هنا على دوره من هناك، هيحصل الزخم والثراء اللي بنك. وبرضو مجموعة الصور اللي احنا شايفينها ديت، هي بنتكلم فيها على حاجة ان طلع من تحتها افرع وتخصصات متركز على تطبيقات بعينها. يعني احنا شايفين قدامنا دلوقتي كفرز اغلفة 3 كتب، واحد بيحط لغة البايثون اللي هي لغة برمجة في مجال البيولوجي بس، كتاب تاني البايو انفورماتكس، كتاب تالت الفاينانس، وفي سلسلة كتب كتيرة. يعني الموضوع أنا بس أغلفة فقط. فالفكرة إني ما لقيتش إلا عدد يعني شبه يتعدوا على أصابع اليد الواحدة البايثون اللي بيتكلم في بشكل دقيق، أو حتى في الووتر ريسورسز بشكل عام يعني. فدي بقى دعوة لينا كلنا ناخد بالنا من حاجة. إذا كان إحنا مسألتين عن إن إحنا نبقى يعني على قدم المساواة مع الناس اللي سبقونا في العلوم، لكن يبقى في فرصة قدامنا ان احنا نبان ونص دقيق. بمعنى انا مثلا لو حبيت اقول ان انا عندي اسهامات او مشاركة في برمجة بلغة البايثون، غالبا مش هنجح، لان المجال ده سبقوني بعشرات السنين واشتغلوا في مشاريع كتيرة فعندهم خبرات. ففرصة إن أنا يعني أبقى مؤثر أو شخص فعال في وسطهم فرصة يعني فرصة ضعيفة جدا. إنما لو قلت أنا ههتم بلغة البرمجة في مجال كذا ورحت أي المجال الدقيق، بقى في فرصة، في فرصة لحضرتك الزميل معانا مثلا في مجال هندسة البيئة، هندسة كيميائية، أيا كان، يبقى في فرصة إن أنت يبقى ليك اسم أو ليك إسهام في هذا الأمر. علشان التواصل بعد كده ويبقى في فرصه ان احنا يعني ايه، لو حد عنده سؤال، المجتمع الصغير اللي احنا شكلناه دلوقتي من خلال هذه المحاضره يبقى في لغه حوار. في يعني جوجل كلاس روم فصل عملته لهذه الدوره، ودي عنوان الدوره اهوت، ويعني احنا عملناه في شهر 8 سنه 2020. روم بالباص دوت، ده يعني اللينك او الاسم بتاع هذا الكلاس روم. وطبعا ان شاء الله هرفع الفيديو بتاع المحاضره ديت على اليوتيوب، وهحط لكم في بتاع الفيديو كل حاجه هنقولها النهارده زي دي. يعني النهارده عندنا كذا حاجه
روابط لويب سايتس او زي ديت مثلا عنوان للكلاس روم او حاجات تانية كتير ان شاء الله هتلاقوها في الرابط. يعني ما تتعبوش نفسكم في كتابة هذه الاشياء يعني. كده خلصنا المقدمة، تعالوا بقى نتكلم على البرمجة. احنا ليه مهتمين في المجال بتاعنا؟ اسمحوا لي يعني كنوع من يعني التفريج عن ان احنا ما تبقاش المحاضرة جادة، تعالوا مع بعض نشوف بعدين هنتكلم عشان نجاوب على السؤال ايه هي البرمجة. هنا الفيديو بدأ معانا بيقول لنا ان فيها قوية جدا جدا وعملاقة جدا جدا، وانت تقدر تستخدمها في الخير او في الشر، وهنا المثال بتاعنا هو مازنجر. هنا الكرتون بيدينا المفتاح، الفكرة ان الشيء ده محتاج قيادة، يعني انت عندك اشياء ذات قدرة هائلة اضعاف قدرتك، انت محتاج تستطيع انك تتحكم فيها او تاخدها. الثانيتين اللي فاتوا دول حد بيتعلم حاجه جديده ان هو يا ترى هنجح ولا هفشل، يعني فمحتاج الاخ الصغير ده اللي يقول لك جرب. هنا برضو في حاجه ان لغات البرمجه او الكمبيوتر او اي علم بيبقى بالنسبه للجديد الاوبشنز كتيره جدا جدا. اعمل ايه؟ انا غرقت من قبل ما انزل الميه اصلا، فتعالوا نشوف كده ماهر هيعمل ايه. تعتبروا بقى المحاضره بتاعتنا هي اول زر على اليسار ده. حلو قوي. انا واظن كثيرين غيري فشلنا فشل، اظن كل واحد فينا مر بهذه التجربه. فالنصيحه اللي هناخدها بقى من المسلسل ان كلنا عشان نتعلم برمجه لازم يبقى عندنا نفس طويل جدا جدا جدا، الموضوع محتاج وقت طويل، محتاج وقت طويل. انا ببص على التشات في حد بيقول ان الصوت مش واضح، ارجو كده لو الصوت يعني لو حد بيشتكي ان الصوت مش طالع يقول لي، انا المفروض انا بتكلم والكرتون كمان بيطلع صوت يكون تكونوا سامعينه، يعني صوت الكرتون مش واضح ولا مش طالع، يعني ممكن اعليه بس مش طالع خالص، غريبة قوي الاجابة. طب انا مش عارف حلها ايه. طب خلاص انا هتجوز بقى اكمل تشغيل لي خلاص يعني تمام. هي الفكره كلها ان احنا هنا الفكره هنا اني كنت بستخدم الكرتون ده او كمثال لفكره ان انسان عنده آلة خارقه القوه بالنسبه له، لكن هو مش عارف يستخدمها ازاي. فكان النموذج اعتبرت يعني ان مازنجر ده اعتبرت ان مازنجر ده بيمثل الكمبيوتر اللي هي الآلة اللابتوب اللي قدامك أو البي سي، السيارة الحمراء ديت اللي هي كابينة القيادة هي لغة البايثون، وإحنا بنستخدم لغة البايثون علشان يبقى عندنا شغل بيها الكمبيوتر. وأنا هنا يعني حطيت لك الرمز إن أنا أقصد بهذه كابينة القيادة لغة البايثون والكمبيوتر نفس انجر. يعني التمثيل بتاع الكرتون دوت كان بشكل فني. تعالوا بقى نتكلم شوية على المصطلح ده. ايه هي البرمجة؟ البرمجة هي عملية تصميم وبناء برامج قابلة للتنفيذ علشان تؤدي خلاص
معلش هو التعريف يبدو عام وممكن مش ممسوك قوي، بس لو فكرت فيه هتلاقيه بسيط خالص. عملية انتوبرمك هي ان انت خد بالك من الكلمتين دول جدا، خد بالك الكلمة ديزايننج اند بيلدينج اللي دي يعني اهم حاجة في السلايد دي بقى. خلاص الفكرة هنا ان الديزاين احنا ما بناخدش بالنا منه، احنا بنظن ان كلمة مبرمج يعني واحد ماسك الكيبورد ستور ستور وفي الاخر بيدوس رن فبيحدث شيئا ما، هو ده كده الكود شغال. الحقيقة لا، الكلام ده مش مظبوط. نصين، نص انك بتصمم، نص تاني انك بتكتب او بتبني. فالديزاين دي مرحلة سابقة انك تقعد تقول انا عايز اعمل ايه، طب اخلي ايه قبل ايه، ايه شكل ونوع البيانات اللي انا هجيبها. كأنك بتصمم رواية، انت لو بتكتب مثلا رواية بوليسية مش هتروح ماسك الكيبورد وتكتب الرواية وقلم وتقعد تفكر كده اعمل ايه ومين الشخصيات ومين العقدة بتاعت الرواية وهكذا، تمام؟ فهي ده المقصود من كلمة ديزايننج اند بيلدينج. وبيقول لك سبيسيفيك كومبيوتيشن ريزلت او سبيسيفيك تاسك. الفكره هنا ان هو بيقول لك ان المقصود هنا ان تعمل، يعني احنا مثلا مش بنصمم برنامج مايكروسوفت اوفيس اللي هو ممكن يستخدم في اي حاجه، مش بنصمم تعمل برنامج ويندوز. الحقيقه انت لما بتعمل بروجرام بتبقى بتحل، تمام؟ انا بصيت برضو بص سريعه على الشات، أنا يعني أنا أحب طبعا أجاوب على الأسئلة، بس يعني أستأذنكم بس إيه نقول البرزنتيشن وممكن في الآخر أبقى أرد على الأسئلة بتاعت الإخوة يعني. طيب تاني، أسباب أخرى ليه إحنا بنحتاج البرمجة. البرمجة بتعلمنا حاجة هي مهمة جدا جدا للكارير بتاعنا، لشخصياتنا، لإنسانيتنا. بتعلمنا حاجة اسمها البروبلم، مهارات حل المشكلات. في الاخر انت لما بتبقى بتبرمج حاجه بيبقى انت عندك مشكله، بيتقال لك اعمل لنا حاجه تحسب كذا او تحل المشكله. انت بقى لما عشان تعمل الشيء ده فانت مضطر، لان طبعا يا جماعه انتوا عارفين الكمبيوتر في الاخر هو اصفار ووحيد، ما هوش بيفكر معاك. خد بالك الكمبيوتر لا يساعدك ويصحك ولا اي شيء، هو زي ما زينجر كده، انت تحرك دراعه يتحرك، توقفه ويقف، ما فيش اكتر من كده. فانت محتاج تفكر بطريقه سليمه. نقول مثلا ان اللي عمل البايثون ده هنشوف بلده ايا كان، او بيعمل سوفت وير معين بلده اليابان، المانيا، امريكا، ازاي واحد اتعلم في مدرسه في توك ايه كتب حاجه يشغلها واحد من القاهره او من الرياض او من غيره. الفكرة ان في طريقة تفكير واحدة لكل الناس اللي بيشتغلوا في مجال البرمجة، هي منطق، طريقة المنطق في زمرة وفريق المبرمجين عبر الكوكب الأزرق، فأنت بتفكر بنفس الطريقة. الطريقة دي هي طريقة المنطق، طريقة مهارات حل المشكلات، ودي هتنفعنا كلنا في بقية حياتنا، مش بس في البرمجة. البرمجة برضو هتساعدنا ان احنا نفهم المشكلة بتاعتنا فهم أعمق، لان يعني كلنا يعني ممكن ساعات نبقى احنا حافظين الحل او واخدينه عشان تبرمجه بتفهمه بشكل عميق يعني. سيف ماني، الميزه الثالثه سيف ماني، يعني نخلينا صراحه مع بعض، يعني محتاجنا كتير بنجيب برامج احيانا بتبقى برامج متكركه يعني، فالحقيقه ده مش صح يعني، لان انت كده يعني لو انت بتتعلم فهنلاقي فيه مبرر، انما لو بتشتغل في مكتب او فانت تجيب فلوس وبرنامج مسروق يبقى فلوس فيها شبهه. فلكن انت البرامج دي عشان تتباع يعملوا برامج عملاقه، يعني يعمل لك برنامج يحل 5000 مشكله، انت فانت ممكن تعمل بروجرام يحل لك انت المشكلتين بتوعك، وانت مش عايز السوفت وير، يبقى انت وفرت الفلوس اللي كنت هتشتري بيها او وفرت الحرمانيه بتاعت البرنامج. الكارير طبعا حاجة مهمة جدا، إن في فرص عمل كتيرة بتتفتح لما تبقى أنت بتجيد استخدام البرمجة. سيمبل بروبلمز سيمبل سوليوشنز، ده اللي أنا قصدت بيه إن أنت ساعات بتجيب برنامج هائل الإمكانيات وأنت في الآخر عايز منه عشره بس يعني. فساعات بتبقى المشاكل البسيط لو برنامج عملاق
مش هينفع تتعلمه بسهولة حتى لو انت عايز عشره، لازم هتبذل مجهود كبير في تعلمه كله، وبعدين تركز على الحتة الصغيرة انت محتاجه منها، وعارف مشكلتك بالظبط وعارف حلها بالظبط، الموضوع بالنسبة لك هيبقى بسيط جدا. كاستمايزد تولز يعني حاجة مثلا انت ساعات بيبقى عندك في ادوات كتيرة زي المايكروسوفت اكسل زي الاوتوكاد، بيبقى انت عندك امكانية انك تعمل اديتنج او تعمل كود صغير يعمل لك حاجه معينه في الاكسل او حاجه معينه في الاوتوكاد، تمام؟ يعني اما لي خبره في الحكايه دي ان انت بتبقى عايز زي كده الماكرو بالنسبه للاكسل او زي الليسب بالنسبه للاوتوكاد. المهندسين ليه المهندسين بيحتاجوا البرمجه؟ بعد ما اتكلمنا بشكل عام تعالوا نتكلم بشكل يعني ايه مركز شويه مع المهندسين، هنقولها بشكل عام. شغل كتير جدا 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 من الشغل العملي بتاع المهندسين بيبقى فيه كميات داتا هائله. يعني انا مثلا بنشتغل احنا في مجال الميه مكانيه جي اي اس بيانات محطات امطار حاجات وحاجات تانية كتيرة، يعني بيبقى كمية داتا فظيعة جدا جدا. انت بقى محتاج بقى الداتا دي تخزنها على الكمبيوتر وكوبيو يعني تحركها من فورمات لفورمات وكده وتعمل لها اناليسيس، وده الاصعب يعني. فانت محتاج برمجة لان ساعات كتير بتبقى انت التعامل معاها مش متيسر بالبرامج زي الاكسل مثلا. يعني الاكسل بيفطس خالص لو انت عندك فايلات هائلة الحجم، الاكسل اصلا ليميتد جد بتاعه يعني، انما لو برامج لو انت داتا فظيعه بيبقى عندك مشكله. ده مثلا سناب شوت من ارك جي اي اس، في جزء اساسي فانسد الشغل اللي هو ممكن يفتح لك يعني حاجات كتيره زي ما احنا شايفين كده، انك بتعمل تخطيط لبرنامج معين او بتكتب هنا زي ما احنا شايفين كود، فاهم؟ انت بيبقى عندك داتا كتير. طبعا جي اي اس مليان ادوات، لكن مستحيل يعني الشركه وهي بتعمل ادوات تكون في دماغها كل مشكله تفصيليه لكل واحد يوزر يعني عامه عشان تبقى مفيده. لكن انت بقى عشان عندك مشكله محدده جدا فايل معين عايز تعمله في شغل معين، فبتبقى الكودينج يعني. وانا وزمايلي وكتير مننا بنحوالي تطبيقات متكرره جدا. ده مثال اخر ان الاوتوكاد بيتعمل له اكواد يعني بالليسب وكده علشان التعامل مع هذه الداتا وإنتاج هذه نظرا لأهمية البرمجة، مع ملاحظة عشان الأمانة التاريخية إن الهندسة نشأت وترعرعت عبر آلاف ومئات السنين، واتبنت برج إيفل واتبنت سدود واتبنت الدنيا كلها. طب يبقى إذا طالما المهندس ينفع يشتغل من غير البرمجة، إيه يعني اللي حبكت؟ لا الموضوع كبير، لأنها خد بالك إحنا مش بس دورنا في الحياة أو دورك في الوظيفة إنك تأدي المهمة المطلوبة منك، لا إحنا في جو تنافسي، عالم يعني تنافسي جدا جدا، فأنت مش محتاج بس إنك، أنت محتاج تنتج بأعلى إمكانية بأسرع وقت بأعلى فاعلية. علشان كده الهيئة اللي هي المسؤولة عن تطوير التعليم الهندسي اللي بتسمى اختصارا ابي حاطه تفصيل يعني ايه جامعه تطلع مهندسين. من ضمن التفصيل ده انا يعني احنا اللي يخصنا دلوقتي في هذه المحاضره اتنين كرايتيريا من الكرايتيريا بتاعت، واحده فيهم بتقول يجب ان المهندس يكون عنده القدره على استخدام، يكون عنده المهارات والادوات يعني لاستخدام المودرن انجينيرنج تولز، تمام؟ تولز طبعا البرمجه والبرامج المختلفه. في حاجه تانيه ان المهندس برامج الهندسه يجب ان هي توفر الفرصه للمهندس ان هو يتعلم استخداماتها. Computing and information infrastructure must be placed، ويعني كلام تاني. فالمهم ان احنا عايزين نقول ان المؤسسات المتخصصه بتعليم الهندسه قالت بوضوح لازم يعني حتى لو يعني كتير مننا كان بياخد ماده البرمجه دي يا اما ما بياخدهاش يا اما بياخدها ماده كده وعدت، ولا يعني مش دايما بيبقى التركيز عالي عليها. لكن بص بس على التو كرايتيريا دول، بنشوف التعليم الهندسي على المستوى العالم بيركز على يبقى عندك القدره على الادوات الهندسيه الحديثه. دايره تطوير البرامج يعني ايه؟ البرنامج مش ان انا اقعد اكتب صفحتين ثلاثه كود ورن وخلص الموضوع، لا في دايره. البرمجه دي كانها مشروع، ليه مراحل.
والمراحل بتاعت البرمجه زي هي شكلها دائري زي ما احنا شايفين كده. اول خطوه في البروجرامينج هي هو احنا ليه بنعمل البرنامج اصلا؟ اي شيء في الدنيا لازم له غايه، مفيش حاجه كده بنصحى الصبح نقول هنبني حاجه اللي احنا عايزين نبنيها. انت بيبقى عندك مشكله، اول حاجه في حاجه بتعمل اناليسز للبروبلم، تشوف لغايه لما توصل ايه الحاجه اللي في البروبلم دي اللي لو اتغيرت تختفي البروبلم او يقل تاثيرها. فانت بتبقى في المرحله الثانيه اللي هي مرحله تحليل، تفهم المشكله وتفهم السيستم بتاع المشكله ماشي ازاي. ثالث خطوه ان انت بتعمل حاجه اسمها الجوريزم، يعني من الاخر خطه الهجوم على البروبلم ازاي نقدر. رابع حاجه دي اللي كلنا وانا طبعا اولكم كنت فاكر ان هي دي البرمجه، رابع مرحله اللي هي مرحله الكودينج، انك تكتب تنفذ الكود. ودي طبعا هنركز عليها في خلال هذا الكورس يعني، لان هو كورس البرمجه، لكن مش هننسى ان احنا عندنا دايره من يعني الخطوات يعني دوكيومنتنج ايه جاب كود يعني منتنج. بصوا يا جماعه الكود بيتكتب، انت تبقى قاعد قدام الكمبيوتر بتكتب، انت بتبقى مركز انك تكتب حاجه الكمبيوتر يفهمها كده. احنا بقى عندنا طرفين في العمليه بتاعتنا، البروجرامر والماشين، حلو قوي. بس في طرف ثالث مش عايزين ننساه، اللي هو البروجرامر، العميل اللي هياخد الشغل، المهندسين اللي هيشتغلوا على البروجرام ده فيما بعد. يعني اي سوفت وير بيتطور عبر سنين، يعني مش معقول الواحد فينا في البرنامج ولا هيسيب الشركه ولا هيروح يشتغل في شغلانه تانية ولا هيتعلم حاجه تانية ولا بتاع. لا، انت بتبقى شغال في مؤسسه بتعمل برنامج تخدم المكان تاني او بتترقى المكان تاني، وحد غيرك بيكمل وحد غيرك بيكمل. فيجب بشكل دائم، يجب بشكل دائم ان انت تكتب بلغه مش بس الناس تفهمها. هنا بقى تيجي عمليه الدوكيومنتنج، التوثيق، تمام، انك تكتب بجانب الكود ان ازاي زملائك او الناس التانيه تفهمه. المرحله اللي بعدها التستنج اند ديباجنج، اللي هي يعني حلو ان احنا نفهم الحكايه ديت. يعني مفيش حاجه اسمها واحد عبقري جينيوس هيكتب كود يدوس ران الدنيا تنور، بيحصلش ماشي. او يعني الشركات البرمجه انك تعمل حاجه انت بني ادم ما بتشتغلش، بتقول اكتشفت كذا غلط وعايد ومصلح وعايد ومصلح، وبتقعد تيست والديباج كده كانك يعني ايه، عارفين فؤاد المهندس لما كان بتاع مش عايز يطلع قماش، هو قاعد ترايل ترايل ترايل، في الاخر الحمد لله طلعت يعني. فهي دي مرحله التستنج اند ديباجنج، المفروض احط هنا صوره فؤاد المهندس. مينتنس يعني ممكن بقى معناها ان انت على المدى الزمني وانت شغال بتحتاج تحدث حاجات يعني. تمام، بتحتاج تطور وانت شغال، مثلا زي ان انت اقصى حاجه عندك مثلا 10 افراد في المؤسسه، فانت سوفت وير 10، لكن بعد شويه لا بقى يعني كانت مدرسه صغيره بعد كده بقت مدرسه كبيره، فالاعداد بقت اضعاف مضاعفه، فمحتاج اعاده تطوير للبرنامج وهكذا. يعني مفيش مشكله بتتحل بشكل نهائي يعني. مش عارف بقى دي الحقيقه ولا احنا بندعي هذا عشان الشغل ما يخلصش ونفضل شغالين على طول يعني، هنشوف بقى. دلوقتي احنا خلصنا الكلام فيما يتعلق بالبرمجه بشكل عام، تعالوا بقى دلوقتي نروح نتكلم على لغه البايثون بشكل التعبان ده انا شفته فين؟ ده في الصوره اللي انا كنت فيها. فاكرين لما قلت لكم هنشوف ايه اللي جاب التعبين جنبي؟ طبعا ده انا مركب فعلا جنب التعبين، وعايزين نشوف كمان ايه دوت. تمام، لغويا يعني كلمه بايثون ده احد انواع التعبين، لكن في نفس فريق مسرحي او مسلسل يعني، انا مش واخد بالي قوي، لكن هو يعني كان عمل فني اسمه مونتي بايسون. اللي جاب بقى الابلع جنب البحر مونتي بايسون هنشوف دلوقتي. الراجل الطيب ده هو دوت زي ما احنا شايفين كده، يونيد بايسون ده راجل هولندي وبروجرامر كبير جدا. كان حوالي سنة 1990 عمل لغة برمجة، هو برمجة جديدة
وده كان ضمن يعني مذهب كده في التفكير، ان هم عايزين يبقى في حاجات مجانيه متاحه للجميع. طبعا لو احنا مثلا قلنا لغه الفيجوال بيزك فهي لغه غيرها بتحتاج تشتري. ففي يعني مذهب كده في التعامل مع الكمبيوتر اللي هو ان الحاجه تبقى متاحه مجانا. في ليه حاجات كتير قوي ممكن نتكلم فيها اللي هي ايه الحاجات المجانيه المتاحه يعني. لكن هو قال انا عايز اعمل لغه برمجه تبقى ببلاش وتبقى سهل، هو هدفه كده انها تبقى سهله وببلاش ومتاحه للجميع وحاجات زي كده دوت. فهو الراجل دوت عمل هولندي زي ما قلنا سنه 1990 عمل الفيرجن الاولاني من مجاني. فلما نشره بين الناس تلقفوه طبعا بكل سعاده. وبدا هنا بقى حاجه مهمه قوي في العالم، يعني ان رغم ان هو عمل البرنامج وبرنامج لانه مجاني والناس تشاركته والناس كل واحد عايز يعني يطور، عايز يحط بصمته، عايز يحط اسمه، عايز يطور البرنامج لنفسه، البرنامج قاعد يتطور من سنه 1990 لغايه دلوقتي، اخر فيرجن طالع منه اللي هو الفيرجن 3.8.5 ده طلع 20 يوليو من ايام يعني. فشوفوا 30 سنه الراجل ده زرع بذره، على مدار 30 سنه في ناس عماله تسقيها وتكبرها وتطلع وتطلع وتطلع. هو اسمه فان روسوم، هي فان دي يعني ايه مش عارف، هي مرتبطه بالاسامي الهولنديه يعني كلمه فان. طيب البرنامج ده طبعا لان هو بين الناس ما بقاش ملك يعني، هو طبعا الراجل ده هو ابو البرنامج، لكن البرنامج ده بقى ملك الناس كلها. فنشات مؤسسه اسمها بايثون سوفت وير فاونديشن، ودي بتعم يعني بقت مؤسسه ترعى تطوير البرنامج بشكل مستمر، لان هو التطوير كان ماشي بشكل فردي، واحد يطور حته، واحد يكتب جزء، انما يعني بس دي كان ايه التطوير. ليه بقى؟ البرامج المجانيه فيها رغم ان فيها مزايا كتير بس فيها مشكله، ان كل واحد شغال لوحده. انت بتستأنس بتاع حاجه معينه، سكه حديد مثلا، وعندك مشكله بعينها، رحت مطور تول جوه بلغه البرمجه ديت وحطيتها متاحه للناس لحل هذه المشكله. نفس المشكله واجهها واحد تاني فانيه في عالم تاني، فعمل حل اخر لنفس يعني اداه مختلفه تماما بتحل نفس المشكله. فده بيعمل يعني هدر للطاقه وهدر لوقتك وحاجات كتيره يعني. فده من عيوب البرامج المجانيه. فالمهم يعني نشات المؤسسه الطيبه دي بتاعت يعني ايه رعايه عمليه تطوير وتوجيهها يعني عمليه لغه البايثون. طيب ايه صفات لغه البايثون بقى؟ هنشوف دلوقتي، تعالوا نشوف صفات لغه البايثون. عندنا خمس صفات يعني مزايا للغه البايثون دي: interpreted, object oriented, high level, general purpose, dynamic, semantic. تمام؟ يس. معلش اصل انا كنت كاتب الكلمتين اللي عايز اقولهم عن كل واحده في النوتس، فانا هبص عليها واقولها لكم بسرعه. لغه interpreted تقول ان هي، لا مش ديت، interpreted فين؟ تظهر؟ طيب عنها ما ظهر، انا اتصرف ان شاء الله. دلوقتي يا جماعه لغات البرمجه بتمشي بطريقه، في لغه برمجه بتمشي سطر سطر كده يعني، البرنامج بيقرا الكود، بيقرا السطر الاولاني وبعدين يروح للي بعده يقراه وبعدين يروح للي بعده يقراه. عيوب. وفي لغه برمجه ثانيه ان هو بياخد الكود كله يحوله للغه الاله وبعدين يعمل له رن. خلاص، ده الطريقه، البرنامج ده انتربريتد، يبقى الطريقه اللي هي سطر بسطر. تمام، براجعه ورايا. طريقه الاوبجكت اورينتد دي ببساطه ده الابديت بتاع يعني فلسفه جديده يعني في التعامل مع لغات البرمجه. البايثون بيتبنى هذه الفلسفه اللي هي، وهنشوف سلايد تاني بنتكلم عنها دلوقتي. الاوبجكت اورينتد ان هو كان بدل ما انت بتتعامل مع الكود كان هو سطور عماله تتكتب على بعضها، بتبقى بلوكات
بلوكات شبه جاهزه، تمام، انت بس بتقعد تركبها على بعض علشان يبقى البرنامج اسهل وفهمه اسهل. التعريف مخل. هنشوف دلوقتي سلايد تانية هنتكلم شيء من التفصيل عن الاوبجكت اورينتد، وبعدين ان شاء الله في محاضره قادمه هنتكلم عن الموضوع ده بتفصيل اكتر، لان هي دي يعني لغه البايثون عشان هي اوبجكت اورينتد، فده في عمق كبير لازم ناخده في الاعتبار ونفهم الاوبجكت اورينتد ان ديبس. لكن بشكل عام اوبجكت يعني شيء، الكود اللي انت تكتبه عباره عن اشياء كده مرصوصه ومتربطه ببعض بشكل ما. خلاص، هاي ليفل معناها ان هي يعني كلمه هاي معناها اللي والكمبيوتر شيء متدني يعني. فالهاي ليفل دي كل ما لغه البرمجه هاي يبقى هي اقرب للغه البشر، اقرب معظم اللغات بالانجليزي. يعني انت يعني لو اللغه لو قوي 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 يبقى انت محتاج تكتب الكود باستخدام الاصفار والواحد، ده لو اللي هي اللوست يعني. انما كل ما تستخدم بقى ايه جمل اقرب من الجمل اللي انت بتقولها لزمايلك تتكلم انجليزي يعني. جنرال بيربس هنشوف ان هو اللغه دي مش مفوكس ابلكيشن معين. يعني احنا مثلا هنلاقي لغه برمجه اسمها ار، لغه جميله وممتازه وكل حاجه، بس هنلاقي لغه الار دي مركزه على شغل الاحصاء. البايثون معموله عشان تطبق في شتى انواع التطبيقات المختلفه، وفي سلايد جايه هنتكلم برضو على جنرال بيربس دي بشيء من التفصيل. صوت بيها عمليا يعني ان انت ممكن والبروجرام بيتعمل له رن، لو انت عملت تغيير في سطر من السطور قبل الرن ما توصل لها عادي هيروح واخد الابديت اللي انت كاتبه وشارك. يعني في ابديت يعني بيتم تحديث الكود بشكل حتى خلال الرن يعني. نتكلم في اشمعنى البايثون. احنا قلنا ان لغه البايثون بدات سنه 1990، دلوقتي فات 30 سنه. الحقيقه الصوره ديت لترتيب لغات البرمجه ولغه البايثون فوق دي انا واخدها سناب من يوتيوب فيديو، ده الرابط بتاعه. اليوتيوب فيديو ده فيه ساعه هنا شغال 70 وعماله تلف، والعدد الرقم ده عمال يزيد. طول ما هو عمال يزيد الترتيب ده بيتغير، فهنلاقي ان البايثون كان مش موجود خالص لغايه سنه 1900، بدا على استحياء كده وبعدين قعد يطلع 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 لغايه لما بقى اعلى حاجه. ففيديو ظريف يعني ممكن تشوفوه، وده الرابط بتاعه. في من الثراء المعرفي الخاص بلغات البرمجه ومواضيع تانية كتير اسمه ويب سايت اسمه ستاك اوفر فلو، ده لازم اي حد بروجرامر الويب سايت دوت. فالويب سايت ده عباره عن زي فيسبوك كده، او يعني زي منتدى للمهتمين بكل شيء، فمنهم المهتمين بالشكل اللي احنا شايفينه ده، كانه عدد الاسئله اللي اتسالت على هذا المنتدى في الحاجات المختلفه من سنه 2009 لغايه 2020. هنلاقي لغه البايثون هي بالاخضر، هنلاقي ادي البايثون اهي 4% من الاسئله اللي اتسالت على الموقع عن لغه البايثون، وده الترتيب المختلف. وعلى مدار السنين وصلنا وهنلاقي ان بقى لغه البايثون هي اكتر لغه عليها اسئله. طالما اكتر لغه عليها اسئله يبقى هي اكتر لغه فيها مناقشات وفيها حلول. فعلا موقع جيت هاب هنبقى يعني فعلا موقع اخر شديد الاهميه هو موقع جيت ان شاء الله. كمان اجابه يعني مزيد من التفصيل لماذا لغه البايثون. الصوره اللي قدامنا ديت بتورينا الشركات اللي بتستخدم لغه البايثون، وزي ما احنا شايفين يعني حبايبنا كلهم هنا، عندنا هنا الشيخ جوجل اهو، ادي الشيخ جوجل تمام، وهنلاقي يوتيوب فيسبوك وحاجات كتيره جدا بتستخدم لغه البايثون. يعني الحاجات ديت فعلا بتخلي تعلم هذه اللغه امر يعني مجزي ومفيد. من مزايا البايثون، لماذا نستخدم البايثون؟ تعالوا نشوف بعض المزايا بتاعته. بورتابل، يعني
او يعني قابله للتشغيل على ويندوز لينوكس اند ابل يعني. ف دي ميزه، لان ممكن تلاقي برامج تانية هي محصوره بس على الكوميونتي بتاعت التشغيل. هنا بتكلم برضو ان هي اوبجكت اورينتد، وحاطط الصوره دي بحاول اشرح بيها الموضوع. طبعا موضوع اوبجكت اورينتد من المواضيع اللي هي برضو محتاجه شرح ومناقشه كتير، فانا كاني مفكك الكلام عنها في كذا حته عشان تبقى تسهل الفهم يعني بتاعها او الاستيعاب. فانا قصدي هنا بالرسمه دي ايه؟ هنفترض ان احنا عايزين نعمل تمثال للشخص يعني. طالما هو تمثال لشخص يبقى اكيد في راس وعينين ومناخير وده و. طيب لو احنا معانا الاله ديت اللي بننحت بيها شكل الراس ديت، وفي قدامنا طريقه من اتنين. الطريقه البسيطه ان انا كل مره هعمل مدخله تعريف شكل الراس اللي انا عايز اعملها ويقعد ينحتها لي. الطريقه الثانيه بقى اللي هي الاوبجكت اورينتد، ان انا الاول باخد المكنه دي على جنب واقول لها بص، احنا من اي انسان عنده مثلا مناخير، فتروح معرفها ان في شيء اسمه مناخير، في اوبجكت اسمه مناخير. تمام، المناخير دي يعني عباره عن بارامترز، زاويه حياه ايه كده كده كده، بحيث بعد كده انت مش محتاج تعرفها الا بس البارامترز اللي بتصف المناخير، البارامترز اللي بتصف الجبهه. يعني تقول لها مثلا ايه التمثال الجديد، مثلا في عينين ضيقه لونها بني، خلاص هي بقى هتشتغل لوحدها لانها عارفه مسبقا ان في حاجه اسمها عينين وفي قد كده وهكذا. فالاوبجكت اورينتد ده ان انت بتبقى معرف الحاجات اللي انت عايز تعملها بشكل عام. انا معرف ان في مثلا كمبيوتر، ففي حاجه اسمها سكرين، في حاجه اسمها كيبورد، في حاجه اسمها ماوس وهكذا. بيبقى بقى على الديفلوبر ان يقول خصائص هذا الشيء، الماوس لونه كذا وفي عدد زراير كذا وهكذا. تمام. عندنا تحت بقى لسه بنتكلم على بعض المزايا. من احلى المزايا انها لغه مجانية، سواء اللغه او حاجات هنشوف دلوقتي ان مش بس كمان اللغه المجانيه، لا ده كمان السوفت وير اللي بيشغلها وهنشوف مجاني وحاجه جميله جدا. من المزايا الجميله قوي انها اصلا مصممه عشان تبقى سهله. تمام، اللي عاملها عايزها تنتشر بين الناس حتى الاطفال. يعني فعلا عنوان كتاب اسمه بايثون فور كيدز. تمام، فهي معموله عشان تبقى سهله، فده شيء عظيم. يعني هي مش معموله عشان تبقى لغه العظماء او لغه المبرمجين المحترفين او هكذا المبرمجين. اللغه باورفول، نقصد ايه بقى باورفول؟ والشكل ده اظن هنشوفه تاني كمان سلايد ولا حاجه. هنلاحظ يعني، بصوا نركز مع بعض فيه شويه، وممكن حتى ابقى احطه في برزنتيشن اخرى. بصوا يا جماعه الشكل اللي قدامنا ده، هنلاقي هنا كلمه بايثون، وبعدين قفل عليها، وبعدين حاجات مكتوبه، وبعدين اطار تاني. يعني كان الرسمه دي كانها بتتكلم على سنتر او شيء، وبعدين طبقه طبقه، وبعدين طبقه فوقيها، وطبقه فوقيها، وطبقه فوقيها. يعني اتمنى يكون اللي انا اقصده واضح. يعني ايه المقصود؟ لغه البايثون هي لغه ليها لغه كور اللي هو لغه البايثون الصرفه اللي عملها الراجل الهولندي الطيب ده. ومع الوقت كده تظهر ليها مكتبات بتستخدم في حل مواضيع معينة. وبعدين جه ناس تانية استخدموا كور دي مع المكتبات اللي اتعملت فوقيها علشان يعملوا مكتبات درجة أعلى أو ليها تطبيقات أعلى. وبعدين جم ناس تانيين بدأوا يستخدموا كل مور سوفيستيكيت. فأنت كأنك عمال تبني هرم. تمام؟ فالرسمه دي مفيده جدا، واعذروني دي كانت تستحق انها تبقى في سلايد لوحدها. الفكره هنا ان احنا هنحتاج نعرف حاجه مهمه عشان بس نعرف الطريق طويل وان ايه ونشد حيلنا. يعني في حد حط لينك ان شاء الله، هحط لكم كل اللينكات في الاخر تحت الفيديو في الرابط في اللي هو في الوصف. هحط لكم ان شاء الله يعني لينكات لكل
كل حاجه، ولو بسالني اضيفه لك باذن الله. الرسمه دي مفيده لينا في حاجه، ان انت تعرف ان طريقك لانك تبقى بروجرامر بلغه البايثون مش بس انك، لا انت محتاج تتعلم البايثون، وبعدين مكتبه ما على حسب تخصصك، وبعدين المكتبه المنبثقه عن المكتبه ما، وبعدين المكتبه بقى اللي تعمل حاجه ثالثه، وبعدين المكتبه. بص، فانت كل ما انت بتترقى كبروجرامر وتقعد تطلع في الدرجات كده لفوق عشان التطبيق بتاعك، ان لغه البايثون اللي هي الكور الاساسيه بتستخدم في حل المشاكل بسيطه، هي ممكن تستخدم في حاجات معقده لكن هتبقى مجهده جدا. يعني انت هتلاقي ان احيانا للباكجز اللي متربيه فوق، اللي معموله فوق دي، انها بتختصر المجهود. فاذا كان اللغه دي مثلا بتعوز تكتب 5 سطور علشان تقول حاجه، الباكجز الطبقات الاعلى منها ممكن تعملها في سطر واحد. في حد زميل رفع ايده، مش قادر اشوف احنا ممكن نأجل الاسئله؟ ماشي يا جماعه، الاسئله يعني انا في حد زميل بيسأل والاخوه بيجاوبوا، انا مجاوب على كتير من الاسئله ديت في السلايد، فمعلش ادوني بس اخلص وبعد كده نبقى ايه تمام. فاحنا كده بس ايه، كنا شرحنا هنا المقصود بهذا الكلام. التطبيقات اللي انا هو بيستخدم في نطاق واسع جدا، وله تطبيقات كثيره. السلايد دي بتحاول تدينا امثله، بتقول لك البايثون ممكن تستخدمه في عمل مواقع، ممكن تصور، وكلمه تحليل الصور هنا ممكن صور هي كانك بتتكلم على فوتوشوب او بتتكلم على ليفل بتاع ريموت سينسنج، وخصوصا ريموت سينسنج. ريموت سينسنج فاكرين ما قلنا فيه لما عندنا الرسمه اللي كانت فيها الوان دي؟ ريموت سينسنج يا جماعه الصوره الواحده بتبقى كام جيجا او اكتر يعني، فتتكلم على داتا فظيعه جدا انت محتاج تعمل لها اناليسيس. ريموت سينسنج يعني مثال لكثافه الداتا اللي في الحاله دي. بصوا، اي برنامج ليه جرافيكال يوزر انترفيس، يعني الاكسل، الارك جي اس، البرامج اللي هي دي مباشره بتبقى عندها صعوبه في التعامل مع الداتا الكبيره. انما البرمجيات اللي انت بتكتب بالكيبورد بيبقى بشكل عام سهل عليها، هائله جدا تمام. فالمهم ايمج اناليسيز، ويب ابلكيشن، ديسكتوب جوي. الجوي ابلكيشنز اللي هي انك تعمل حاجه زي ما يكون انت بالديزاين على السكرين مثلا تمام. وحاجات تانية كتير ماشي، تعمل سوفت وير، ساينتفك، بيزنس، وهكذا، حاجات مختلفة، و3 دي كاد ابلكيشن برضو. احنا بنتكلم ما زلنا في، انا بكل ده بحاول اجذبكم لغة البايثون عشان ما في يعني ايه يغريكم ويدخلكم لغة برمجة مختلفة، جافا ولا غيره. فانا بقول لكم ايه بقى، يعني تعالوا بقى نتكلم على إيه مزايا لغة البايثون، نجمعها تاني. مجانية، سهلة تشتغل على اي بلاتفورم، يعني نظام تشغيل اوبن سورس، خد بالك فري غير اوبن سورس، اثنين معناهم مجاني، بس في فري يعني واحد بيعمل برنامج وليكن زي لو حد فيكم مهتم بالميه يعني زي الهيك راس او الهيك اتش ام اس، هم عملوا البرنامج وحطوه فري للناس، تشوف الكود ولا تعرف تعدل عليه ولا تعرف تطور ولا تعرف تعمل اي حاجه، تستخدم البرنامج زي ما هو كده وتحمد يعني وخلاص على كده. الاوبن سورس ده ليفل اعلى، ده هم بيعملوا البرنامج المجاني وبيحطوه لك هو والكود بتاعه، بحيث ان انت ممكن انت شخصيا تعمل تول جديده تحطها جوه البرنامج، اضافي من البرنامج. طبعا دلوقتي الفيرجنز الجديده بتاعت بايثون مش اللي عاملها الراجل الهولندي الطيب ده، ده ناس تانية كتير. فاذا هي دي فكره الاوبن سورس، ان هو بيخلي الكود اللي تحته اوبن للناس كلها. ويعني لارج ستاندرد لايبراري، يعني بالبلدي كده في ادوات كتيره جدا جدا، هو بيعمل لك شغل كتير ممكن على جهاز امكانياته المتوسطه تمام.
السلايد انا قلت لكم دي تستحق تبقى في سلايد لوحدها، سامحوني بقى يا جماعه معلش، اللي انا كنت قلت لكم فات حطوه في السلايد دي. الحاجات دي بقى يا جماعه، حاجات الادوات المختلفه دي هي اللي مخليه البايثون باورفول. يعني طالما الشيء بالشيء بقى، طالما وصلنا ومعانا الحاجه في سلايد تانية نتكلم فيها براحتنا، تعال عندنا الادوات دي. عندنا مثلا الاداه ديت مات بلوت ليب، تلاحظوا ان مات بلوت ليب، شايفين مات دي، كلمه مات دي هي دي معموله علشان تخلي الجرافيكس او الرسم للتشارتات، اي تشارت هيستوجرام او اي تشارت بلغه البايثون، يبقى شبه المخرجات. يعني كأن انت لما تسطب البايثون وتتعلم نمباي وتتعلم عليها المات بلوت لاب، شوف المات لاب بكام والثلاثه دول ببلاش. خد بالك الحاجات دي مش بس البايثون اللي ببلاش، يعني ده فريق عمل بايثون، وفريق تاني عمل ده، وفريق تالت عمل ده، كل الحاجات دي مجاني. يعني ثروه يجب ان نستغلها يعني. تمام. فهتلاقي مثلا الباندس ده باكج مختلفه، يعني مختلفه بتستخدم في حاجات كتيره، بتستخدم في احصاء، تستخدم في الاوبتمايزيشن، ليها تطبيقات هائله. يعني هي مستعده. النمباي مثلا هنلاقي ان هي وسيله للتخزين ومانيبيوليشن الداتا الكبيره. تمام. يعني من الاخر النمباي دي تقترب ان هي تكون ماتريكس، ازاي تحط داتا وتعمل لها يعني تبديل وتوافيق وتحركها من شكل لشكل. ستات موديل دي بتركز على، هي مكتوبه كده دي اداه معموله statistics. كلمه statistics بقى تفكرنا بايه؟ تفكرنا بالار، لغه الار، تفكرنا ببرنامج اللي اسمه اس بي اس اس، ده اللي هو مختص بالاحصاء، وفي احصاء بيور كده. فاذا يعني انا مثلا كده فهمت ان انا لو اتعلمت البايثون مع النمباي مع الستاتس موديل مع بانداز، يبقى انا كده كاني بستخدم احصائيه. طب انا ليه اتعلم ثلاث اربع حاجات؟ طب انا ممكن اتعلم برنامج الاس بي اس اس واخلص. الحقيقه ما تنسوش ان وانت ماشي في الطريق لغايه اتعلمت حاجات ثانيه. يعني انت لما اتعلمت البايثون عشان توصل للستاتس، في نفس الوقت دلوقتي تقدر تستخدم الساي باي. تمام. وفي حاجات كتير، يعني مثلا في حاجه مش عارف جيو باي تقريبا او حاجه زي كده، بيستخدم في تحليل البيانات الجغرافية. كده انت بتتكلم على كأنك بتتكلم على تمام. اظن ناي باي ده ممكن يكون أداة لتطوير الالعاب، في انا متأكد ان في وسيلة لتطوير الالعاب تقريبا، دي بتستخدم للماشين ليرنينج. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي كده احنا نقدر نفهم ان انت بتتكلم فعلا ان بايثون لغة برمجة. كده تفهم كلمة لغة، انت لما بتتعلم البايثون اللي هو لغة برمجة، تقدر بقى تجيب كتاب في الاحصاء تقراه باللغه اللي انت اتعلمتها، تقدر تجيب كتاب في الجرافيكس تقراه باللغه اللي اتعلمتها، وهكذا. فكل دي يعني تطويرات على اللغه اللي هتعلمها في الاول. لا مش ارك باي، لا مش ارك باي، في حد كاتب جيو بانداز. ايوه الله يرضى عليك يا باشمهندس، معلش انا اسف مش عارف اقرا الاسم، يعني انا بعتذر مش عارف اقرا الاسم بالانجليزي. انها يعني صح، هو اللي انا كنت فعلا بحاول افتكر فيها اسمها جيو بندز. تمام. ما في الكمال لله وحده، في عيوب في لغه البايثون الحقيقه، هما كذا عيب، بس انا هنا كاتب عيب واحد اللي هو السبيد. بيقال ان لغه البايثون بتعاني من تحليل البيانات يعني. لكن الحقيقه برضو عشان نقول ان النمباي اللي انت شفتوه في اول طبقه، زي ما قلت لكم هي ماتريكس لتخزين الداتا وكده وكده، الهدف من النمباي انها تسرع عمليه تبادل البيانات. يعني انت نفس المصفوفه لو انت هتستخدمها بالمعكوس بتاع المصفوفه، فاكرين الشغل التعذيب اللي كانوا بيمارسوه علينا في زمان ده في الكليه وفي ثانوي بتاع المصفوفات، لو انت هتعمل الشغل ده بالبايثون هيبدمته بالنمباي بتاعت البايثون. شفت بقى دي فكره الاوبن بقى سورس تولز، ان واحد يعمل برنامج بس فيه عيب ان البطيء، لا واحد تاني عمل
أداة مشكلة السرعة، يعني ففكرة جميلة يعني. مجموعة كتب حبيت بس متنوعة حسب التطبيق، هنلاقي هنا مثلا برنامج بايثون للارك جي اس، خدوا بالكم مش بايثون للجي اي اس، جي اي اس ده علم، انما الارك جي اس يعني هم بيشرح في الكتاب ده ازاي تستخدم البايثون جوه السوفت وير اللي اسمه ارك جي اس. بالمناسبه مش بالمناسبه، هي مكتوبه هنا خلاص، هنلاقي اسمه ايه، باي كيو جي اس، ده استخدام البايثون في برنامج جي اي اس اخر اسمه كيو جي اي اس. شفتوا ازاي؟ ده ليه؟ لان الداتا بتاعت جي اس داتا كتيره وتحليلها مجهد، فمحتاجه يعني لغه برمجه. ده كتاب تاني بيتكلم على انك تستخدم البايثون في بلندر، افلام كرتون، وبيعمل تاثير مؤثرات، يعني ممكن تعمل بيه مشهد خيالي، الميه بتدلق وبتخش كاس وبتقعد تدور كده. حد فيكم عايز يشتغل جرافيكس وانيميشن؟ برنامج رهيب بالبلندر ده، ومجاني برضه. انا بتاع الحاجات المجانيه. برنامج الكتاب ده بيتكلم على تحليل الاحصائي والماشين ليرنينج. زملائي يعني واخواتي اللي شغالين في الهيدرولوجي عارفين موضوع التحليل الاحصائي ده وعذابه يعني. اوتوميتنج بورنج ستاف ويز بايثون، يعني فاكرين لما قلت لكم ان انا احتجت في مرحله ما ان انا اعمل ران لبرنامج، الران ده بيطلع اوت بوت بيتسيب على الهارد ديسك، الاوت بوت ده بحاجه وبعدين ادخله هو كانبوت لسوفت وير ثاني واشغل السوفت وير الثاني واروح واخد الريزلت عاملها مش عارف ايه وهكذا. الاوتوميتنج ده بقى اللي ازاي يعني، ده كتاب بيشرح لك ازاي تعمل وازاي تلينك حاجات ببعضها من على الماشين بتاعتك. الكتاب ده اللي فوق ده بيوريك ازاي تعمل جرافيكال يوزر انترفيس، يعني ازاي تعمل تستخدمه من على الجهاز بتاعتها. الكتاب ده بقى هيعجبكم، يعني الكفر هيعجبكم يعني، اللي او العنوان اللي هو بايثون فور سيفل اند ستراكشر انجينيرز. حقيقه انا جبت الكتاب يعني مش عايز اسارع في الحكم على الكتاب ان هو ما عجبنيش، بس يمكن محتاج اقعد اقرا فيه اكتر شويه اشوف يعني الامثله اللي فيه، لاني قنعتش ان الامثله دي مفيده قوي للسيفل انجينير، بس العيب من عندي لاني ما قعدتش وقت كتير على الكتاب. فممكن حد فيكم يعني مشكورا يمضي بعض الوقت مع هذا الكتاب البحث بتاعه. دلوقتي احنا خلصنا المقدمه على البرمجه وشفنا مقدمه على لغه البايثون، دين بقى ايه نحط اللغه على الاجهزه بتاعتنا علشان نشغلها كويس. طب نعمل ايه بقى؟ زي ما مش عايزين ننسى احنا قلنا انت بتسطر وعندك حاجات بتتسطب، هنشوف بقى مع بعض نعمل ايه بقى في تشغيل البرنامج. البايثون الاساسي موجود على ويب سايت اسمه بايثون فري، ده سناب شوت من على الويب سايت، ادي اللينك، ادي يعني الادرس بتاعه، هو اللي كاتبه هنا بخط اكبر شويه، وزي ما قلنا حطه بقى في الرابط. ده اخر فيرجن اللي هو 3.8.5، وبيقول لك لو انت فاكرين لما قلنا ان هو بيشتغل على اي بلاتفورم، او بيقول لك لو انت عايز بايثون لويندوز لينوكس اي حاجه يعني اللي انت عايزه هنديهولك. تمام، فاول خطوه يعني لو انت عايز تستخدم برامج، اول خطوه خالص انك تخش على الويب سايت ده وتروح على الداونلودز، هيطلع لك صفحه زي ديت على حسب بقى انت داخل امتى، هتلاقي الرقم ده ممكن يزيد، وبعدين تروح دايس على داونلود هينزل تعمل له انستول كده، انت عندك الكور بتاع لغه البايثون. لما بتسطبه بتلاقي عندك بقى في الستارت منيو المنظر ده وتحتيه الحاجات دي. تمام، اللي احنا شايفينه ده ان هو عندك هنا بايثون وعليه الرسمه دي، من الاخر لو دوست عليها بيفتح لك نافذه بتاع زمان الجميل، تالي كتير مننا ما عاش يعني جه بعد الزمن الدوس. فالمهم حطيت يعني لو انت خلاص النافذه دي انا قلت لك يعني ده هي نافذه بايثون، فهو اول ما بتفتحها بيقول لك اهو انا بايثون فيرجن كذا، بعدين كلام تعريفي، بعدين بيديك الثلاث
الاسهم دول، اللي رحت هناك كتبت له هنا برنت السلام عليكم، دوست انتر، راح منفذ الامر اللي هو برنت دوت وكتب السلام عليكم. طبعا اب كان ليا ايه نظير للجمله الشهيره بتاعت هالو وورلد، بس احنا بقى قلنا السلام عليكم. تمام، فادي كده انت لما سطبت اول حاجه اللي هو البايثون هينزل لك النسخه الدوسيه من البايثون. ما تقلقوش، ده هيبقى جرافيكس وهتبقى الدنيا جميله دلوقتي، بس دي البدايه. لما نزل البايثون ده نزل معاه برضو الثاني الايقونه اللي دي اهي، لما دوسنا عليها افتح لنا حاجه اسمها بايثون شيل او بايثون اي دي ال اي. اي دي ال اي يعني انتجريتد ديفلوبمنت اند ليرنينج انفايرمنت، نسميها ببساطه لو عايزين نقول بها بتبسيط مخل يعني، اللي هي ايه، صوره جرافيكس من يعني مش الدوس، الويندوز بتاع هو في الاخر هيدي لك يعني مجرد صفحه كده كانها نوت باد. تمام، بس هي اسمها بايثون تقدر تكتب فيها. انا على فكره دخلت عليها، بس انا جربت اكتب برنت واكتب حاجه عربي داني ما نفعش، داني الرموز العجيبه دي. لكن الشيل بيقول ان هو بقى تحديث وكده فبيكتب عربي، لكن يعني مش هي دي نقطتنا، ان ده برضو احنا ما زلنا كده في البايثون الكور يعني. بس هو في شيء اسمه اي دي ال اي، يعني وسيله لتشغيل البايثون الدوس دوت، بس بناس حاجه ان الدوس ده كان مجرد هي الشاشه السوداء انت والكيبورد وبس. هنا بقى تلاحظ بقى عندك مينيوز، شايف مينيوز يعني ادوات مينيوز. طيب انت عايز مساعده، انا عينيا ليك. تمام، اذا الاي دي ال اي ده فتح لينا الباب، دي طريقه يعني منهجيه الاي دي ال اي اللي هو توفير اداه لكتابه الكود بغض النظر عن الشاشه اللي احنا شايفينها قدامنا. كمان على الفكره يعني اي دي ال اي ببساطه كده شديده، ان هو بدل ما تكتب على الدوس تقدم لك ادوات تسهل عليك كتابه الكود. بعد هذا التعريف تنافس الناس في ايز مختلفه، اللي احنا شايفينها دي ابسط واحده خالص، اللي هي بس هتلاقي هنا قائمه كوبي وبيست وشويه حاجات بسيطه كده وامر رن وديباج وبتاع. تعالوا بقى هنشوف دلوقتي اسوأ الاكثر تطورا من الاي دي ال اي ده. الاساسي يعني بصوا كاتبين من اهم مزايا المبدا بتاع الاي دي ال اي دوت الاكمال الالي. يعني مثلا ايه، لو انت هو يعني انت طبعا انت مش بتكتب اي حاجه، يعني انت احنا عارفين طبعا ان انت مقيد باللغه، يعني مثلا ما ينفعش تكتب بي ار اي ان تي، لازم هي كده، ما فيش غير بي ار اي ان، لازم كده، ولازم كلمات معينه. يعني انت لو ضربت الكيبورد اي كلمة. طبعا كلنا عارفين هيطلع لك الابسات ايرور، فبما ان انت الكلمات اللي هتكتبها محدوده في عددها وملهاش غير سبيلنج واحد، فبقت من المدوات دي ان هو ممكن يكمل لك الكلمه، انت تكتب بي ار اي يروح هو عامل لك ان تي زي جوجل بقى والماسنجر والحاجات اللي هو كانه بيكمل يعني. تمام، تلوين، يعني تلاحظ ان ده بتلون، فالتلوين ده بيساعدك يعني على فهم بيساعدك على فهم الكود بتاعك وحاجات. تعالوا بقى نشوف ايه فيرجنز اعلى شويه. الرسمه دي بتشرح ايه هو الاي دي ال اي، اللي هو يعني هو كانه عامل لك هنا ايه، ان ده البايثون قاعد يعني، والاي دي ال اي بيوفر لك ادوات، يعني موفر لك اوضه ليه يقعد فيها، يعني كان عداد، شارت، ديباج، حاجات تتحكم، يعني وسيله للتسهيل وتيسير عمليه البرمجه. الاي دي اللي ايز كل دي يا جماعه هي ادوات للموضوع اللي احنا لسه قايلين عليه ده. تمام، اي دي اللي اي، سبايدر، باي شارب، دي برامج يعني كل دول برنامج، كل واحد من دول برنامج لوحده. اجتهادات، كلها اجتهادات في توفير ادوات مساعده في الكتابه بشكل مختلف، بعضها عمل حاجات بسيطه وبعضها. تمام، انت في شغلك بتعوز تتعلم واحده بس فيهم، بتعوز تبقى عارف واحده بس، يعني انت مش هتحتاج تتعلم كل الحاجات ديت. انت لو اتعلمت مثلا واحده
واحده من دول للاستفاده من الادوات اللي مدموجه فيها، خلاص انت كده مش محتاج تعرف بقيه الحاجات، لان في الاخر دي كلها مجرد ادوات مساعده بتخليك تكتب كود يرن على اللي هو كان دوس ده. تمام. طيب احنا بقى مع بعض ان شاء الله في الطريق بتاعنا هناخد انهي واحده من دول؟ تعالوا نشوف مع بعض. هذكر لكم هنا ثلاثه وهنقول يعني الفروق بينهم، ثلاثه انا اظنهم هم اشهر ثلاثه، وطبعا كل واحد حر احد البرامج دي، وانا هقول لكم انا بستخدم ايه يعني، لكن هي حريه. وليه بقول لكم الكلام ده؟ لان انت لما عشان تتعلم لغه كويس هتحتاج تخش على النت، كورسات كتيره جدا على اليوتيوب وعلى الحاجات يوديمي وغيره، فاللي بيشرح بيستخدم احد البرامج يعني. فانت برضو ايه عارف ان عارف الدنيا. في اول حاجه هنتكلم عنها اللي اسمها جوبيتر نوت بوك، يعني مجرد معلومه فن يعني، ان جوبيتر ديت مكتوبه غلط، هي مقصوده انها تتكتب غلط. جوبيتر ده اسم كوكب، مش فاكر، المشتري تقريبا، عايزين يكتبوها بطريقه بحيث يبقى البي والواي دول ورا بعض، هي السبيلنج بتاعها مش كده. ليه بقى؟ لان كل ما يعني كانها اصبحت عاده عند اللي بيشتغل ما يحطوا حرفين البي والواي ورا بعض كده في اي حاجه. هتلاقوا فاكرين الحاجات الطبقات بتاعت البرامج اللي قلنا عليها، هتلاقي منهم برنامج اسمه نم باي ساي باي، حاجات تانية باي شارم، ماشي، هتلاقوا يعني ايه دي بقى بقت كانها يعني ايه يعني حاجه بيتفائلوا بيها مثلا او كده يعني. تمام. طيب لو حبينا نخش على جوبيتر دوت، ادي الويب سايت بتاعه، تعالوا انا يعني انا دلوقتي هفتح ال شايفين يا جماعة معايا دلوقتي، افتح الايه ال جوبيتر. جوبيتر تمام، هيدينا الويب سايت دوت، خش عليه. تمام. اللي في الخلفية دي تقريبا سطح الكوكب اللي هو بيتكلم عنه يعني. جوبيتر ده المفروض ان هو يعني زي وسيلة لتشغيل البرامج المختلفة دي كلها، ار وبي اتش بي، احنا اللي خصنا من القصة ديت البايثون، بايثون اهو على شكل تعبانين متضادين. المهم لو نزلنا هنا يعني تخش على زرار اللي هو تراي ات اون يور براوزر، تمام، هيدي لك هنا الوضع دوت، يعني هو بيقول لك انت عايز تستخدمه لغه الار ولا لغه السي بلس بلس ولا ايه. احنا اللي يهمنا ممكن نقول له شغل لنا البيزك نوت بوك. يلا يا عم لا حول ولا قوه الا بالله، بتاع ديت مضايقاني والله، بس كده تمام. لما تقول له شغل انا عايز استخدم البيزك نوت بوك، هيدي لك، هيقعد بقى يفتح لك حاجه تقدر يعني في شويه حاجات سيلز تعمل لها ايديت ديليت سيلز لغايه لما يديك صفحه فاضيه، او تيجي من هنا فايل نيو بايثون نيو نوت بوك نايو بايثون كده. ده كده الاكثر شيوعا، الوسيله الاكثر شيوعا في كتابه اكواد البايثون خلال الكورسات. يعني انت لو دخلت على يوتيوب وحبيت تشوف محاضرات لغه بايثون او تجيب كورسات من اي مؤسسه يعني، وهي كثيره جدا الكورسات دي، هتلاقي من ولو حبيت حتى تاخد كورس لايف يعني، الجوبيتر ديت هي اكتر وسيله متوفره. ليه؟ ربما لان هي معتمده على النت، يعني مش محتاج تسطب، يعني هنشوف الاداتين الجايين اللي هم بتسطب على الجهاز، فممكن يبقى واحد مش عارف يسطب، واحد جهازه فيه مشاكل، لكن ده اونلاين فخلاص يعني الناس متفقه عليه. انت الفكره هنا ان انت
تكتب شيئا ما، تمام، وبعدين تدوس ران يطلع لك النتيجه. ادي الانبوت وادي الاوت، كويس، انبوت واوت. طبعا ده مجرد حاجه بسيطه يعني، هو بعد كده تكتب فقرات. فدي كانت اول حاجه معانا اللي هي الجوبيتر نوت بوك. وبقول لك يعني هنا ان هو بيديك الايه المنظر اللي انت شايفه دوت. بعدين او حد فيكم يعني تخش تسيرش كده تبص بص، او حتى اقعد مع نفسك كده، ده هو ده بيشتغل في الباك جراوند يعني، انت ما تهتمش بالنافذه دي بس ما تقفلش. يبقى حد كده يخش يتعرف يعني على القوائم المختلفه اللي موجوده. كل سطر اللي انت كتبت يعني ده انبوت رو دوت، انت تلاقي هنا كلام ايه، كات سيل، كوبي سيل، ديليت سيل، كل الحاجات السيل دي مقصود بيها السطر دوت يعني، ماشي، وانسرت سيل فوق وسيل يعني ديت الطريقه يعني. وبرده الكود الرمز بتاعنا تمام. طيب نروح على السلايد اللي بعدها، لتشغيل البايثون اسمه برنامج باي شارب تبع شركة اسمها جيت برينز. هي عاملة برامج كتيرة، اللي خصنا فيها برامج شبه بعض في اللوجو بس مختلفين في الحرفين دول يعني. فالمهم احنا عايزين اللي هو ده الرمز بتاعه. بتخش لما بتسطب البرنامج بيدي، انا مسطبه عندي بس انا مغير الايه الالوان يعني، بس مش ده الموضوع بتاعنا يعني. خلاص، فانا دلوقتي هو ان شاء الله هشرح على البرنامج يعني، هوريكم فيديوهات مع بعض يعني باستخدام هذا البرنامج، لان هو برنامج ظريف جدا ومفيد يعني. ده مجرد لاين، مجرد بس سطر واحد، لو انا دوست كده رايت كليك ودوست رن بيتم التنفيذ هنا الفكره يعني. الظريف يعني برنامج فيه حاجات جميله، ان انت بتتحكم في النوافذ. هنشوف بقى الحاجات دي مع بعض، انك تقعد كل نافذه من دي ليها وظيفه تمام. اللي هو ايه الباي شارب. تمام، اللي عايز اقوله لكم ان ده انا عامل، هتلاقوا هنا باي شارب تحتها كلمه كوميونيتي. عايز بس ايه اقول معاكم ايه حكايه الكوميونيتي دي. موقع الجيت برينز اهوت، ده اللينك بتاعه، وادي الرمز، وادي المهم يعني ده الويب سايت. لما تخشوا على الداونلود هتلاقوا الصفحه دي قدامكم. هتلاقوا هنا الداونلود فيه اتنين، بروفيشنال وكوميونيتي. تمام، الكوميونيتي فري واوبن سورس. بروفيشنال دي فري ترايل، دي خدعه عشان يخليك تدوس على الزرار، انما هو مش فري، هو بفلوس وفلوس مش قليله يعني. فانا عن نفسي وتقريبا اي حد يعني من يعني مش احترافي قوي يعني، مش بيكسب فلوس كتيره من ورا البرنامج، بينزل النسخه الكوميونتي دي. النسخه الكوميونتي وفيها ادوات كثيره جدا جدا جدا، ليها ليميتس. الفري ده هيمشيك ليفل البيجنر والانترميديت والادفانسد وهيوقف يعني. فانت عادي ممكن تستخدم البرنامج، انت في الاخر البرنامج يعني محدش بيتعلم الباي شارب، احنا بنتعلم البايثون، فممكن البرنامج ده ينفع بدرجه كبيره جدا. دي يعني البرنامج مجرد نظرة عامة، لكن الشغل على البرنامج هو اللي هيعلمنا الأدوات الكتيرة اللي هو بيوفرها لنا يساعدنا بيها يعني. في كمان معلش ما فيش سلايد ليها هنا بس أوريها لكم. شايفين الأناكوندا دي؟ الأناكوندا ده استوديو يعني مجموعة برامج، حزمة برامج شغالة مع بعضيها. السبايدر ده يعني انا عامل لها انستول بالفعل عندي، هتلاقوا هنا شايفين كلمه اناكوندا اهي. لما تدوس عليها هتلاقي عندك هنا هي مجموعه، هتلاقي في هنا جوبيتر. جوبيتر ده رابط يعني اللي احنا لسه شايفينه من شويه، لو انت دوست على هنا هو بيروح مشغله تاني تمام، وهتلاقي ايه
راح فتحه، تمام. هو ده رابط، يعني انت بمجرد ما تدوس على اللينك دي هو بيعمل لك الجوبيتر. لان انت لو تلاحظوا احنا على ويب سايت عملنا سيرش ودخلنا على الويب سايت واخترنا تراي لا هو انت بتدوس على الرابط ده بيفتح لك واحده على طول. في برضو الاسبانك بتشغل البايثون على الجهاز اللي عندك زي الباي شارم، تمام، زي الباي شارم ده هيدينا نفذه ونشتغل عليه. ايه بصراحه تلاحظوا ان انا دوست على الايقونه عشان يشغل الاناكوندا ما اشتغلهاش. انا حسيت دي مش اول مره ده وما يشتغلش معايا، مش عارف يعني حظي معايا ماله او يعني المشكله فين. عشان كده انا بستخدم باي شارب، تمام. لكن اللي هيشتغل عنده انا انصحكم بيه يعني. وعلى العموم احنا خلال المحاضرات بتاعتنا مش هيفرق كتير انت شغال. انا اتكلم على اكواد يعني زي ما زميل كاتب هنا ان الاناكوندا يتميز عن الباي شارب لما بتسطبه. شفت الطبقات اللي اتكلمنا عنها هي مع الاناكوندا، انما في حاله الباي شارب انت بتحتاج خطوه، هي بصراحه خطوه مش صعبه يعني. انت كل اللي بس اللي بتعوزه انك بتفتح الباي شارب بتدوس على نافذه معينه. يعني مثلا لو انا دوست هنا جاي دلوقتي من البرامج اللي هي معينه دي، اجي على قائمه فايل وادوس سيتنجز في الانتربريتر، باجي هنا راح داس على السامله. بصوا كل دول من اللي كنا بنتكلم عنها. فانت كل المطلوب منك تيجي هنا تكتب اي حاجه، اي حاجه يعني اي كلام، انا عايز انزل ده خلاص. وبعدين تروس هنا انستول بتنزل عندك خلاص، ويبقى كده نزلت. في حاله انا كنت اقدر ما بتحتاجش تعمل كده، تقريبا هو بينزل كل حاجه من الاول، كل الادوات بتنزل معاك يعني، تمام. لكن زي ما انتم شايفين انا دوست عليها وما اشتغلتش. فالموقف ده حصل معايا من فتره، فمن ساعتها نزلت الباي شارم وبقيت شغال بيه وخلاص. فزي ما قلت لكم بس اخيرا لو حد اشتغلت عنده انا كنت ده خلاص يحتفظ بيها ونمشي مع بعض، ما فيش فروق يعني. اخر حاجه معانا النهارده سريعا كده هنبص مع بعض على عدد من الاكواد كبير يعني قوي. بس الفكره ان احنا ناخد فكره بس، يعني احنا مش هنحتاج نعقد الامور علينا، احنا بس عايزين نشوف الكود ده اتكتب ازاي. ده عباره عن داله بتحسب التصرف اللي ماشي من قناه مفتوحه. ده كلام بتاع هندسه مدني ميزانيه بناخده في ماده الهيدروليكس. يعني ان انت لو عندك ترعه عايز تعرف الميه اللي ماشي فيها قد ايه، في قانون معين مثلا يعني. بغض النظر عن المشكله نفسها احنا بس عايزين نبص على الكود يعني. اللي مش فاهم الكود ده عادي جدا، انا يعني احنا لسه ما شرحناش حاجه، نشوف الدنيا ماشيه ازاي. هتلاقي ان هنا يعني هتلاقي بص مكتوب هنا بالازرق كل ازرق، وبعدين الالوان ذات دلاله يا جماعه، الالوان تعني حاجه يعني، تمام. فهنلاحظ هنا الكلمه دي زرقاء والكلمه دي زرقاء، وبعدين جزء اللون دوت، وبعدين بين قوسين حاجات، وبعدين نقطتين فطور نفس اللون وباديه نفس البدايه. وبعدين نلاحظ ان حاجات بتتعرف ان الاي بتساوي حاجه، شايفين دي علامه تعريف. تعريف طبعا زي اي لغه برمجه معناها ان مش بتقول ان ده بيساوي دول. علامه اليساوي في لغات البرمجه كلها معناها احسب الشيء اللي على اليمين ده تطلع خزنها في متغير اسمه الشيء اللي على الشمال. ده معنى كلمه يساوي في اي لغه برمجه. فهنا انا مثلا يعني نبص مع بعض، ده هيبقى الشغل الشاغل لينا فيما بعد. اي سطر بيبتدي بالعلامه ديت في لغه البايثون معناه ان دي كومنت او نوت انت كاتبه لنفسك او للشخص اللي الكود ده يقراه عشان يفهم انت بتعمل ايه. فهنا مثلا وحاطط اهو على السطور بتقول ان الان هو معامل مانينج والذي يمكن
من الرابط بتاعه. تمام كده انا فهمت الحرف ال N ده اللي انا هشوفه جوه بقى في المعادلات، لو ده جاي عبارة عن ايه، يعني ايه، وهو جابه منين إيه؟ وبعدين اللي بعده اللي هو ده بيقول ده هو كذا 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 كذا. ليه بقى؟ تخيل لو تخيلنا ان الجزء الاخضر ده مش مكتوب، هنلاقي الكود بادي بايه؟ ايه بتساوي بي فور، هي ايه بي وهي ايه واي وهي ايه زد، ما فيش، ما حدش، يبقى كده الكود ده يعني مات كده، ما حدش عارف عنه حاجه يعني. تمام. فاذا الكود اللي احنا شايفينه ببساطه هي بدون دخول في التفاصيل، يعني انت عندك هنا بيعرف الفاريبلز اللي عنده في المعادلات، بعد ما عرف الفاريبلز شرحا بيعرفها قيمه، فعنده بما ان دي ترعه وبما انها ترابيزويدال في القانون بتاعها الدبليو اللي هو العرض بتاعها من فوق بيساوي كذا، وادي القانون بتاعها الار اللي هي عباره عن كذا على كذا، وبعدين الدسله بتاعت ماني. كويس. في النهايه بقى كاتب لك ايه؟ ريتيرن كيو. يعني ايه بقى كده؟ انا فهمت ان هو هيعمل الحسابات دي، وبعد الفاريبل اللي اسمه كيو اللي هو ده. تمام. كان ممكن يحط ار او دبليو او اي او اي حاجه يعني، لكن هو طبعا عشان الكلام منطقي هو هنا تلاحظ دي انبوتس، هتروح داخله هنا تلاحظ ان هو هنا ما قالش الحاجات دي جت منين، يعني ما قالش الواي، المفروض كنا يعني نكتب الواي بتساوي 4 مثلا، وبعدين يستخدم بقى الاي بتساوي والحاجات اللي متعرفه فوق، لا هي هنا جايه انبوتس ترى ما بين قوسين، يعني المنظر ده بس خلوه في بالكم ان ده معناه ان دول كانوا انبوتس في مكان ما في الكود، وبعدين اتبعتوا على المكان دوت، فهم خلاص دول كلهم معرفين، معرفين كقيمه، اتبقى بس ان يتم تعريفهم استخدموا على طول في عمل بعض الحسابات، وكان الاوت بوت هو الكيو. خلاص اللي احنا شايفينه ده اسمه فانكشن، والكلام ده طبعا لازم يشرح بالتفصيل في محاضرات قادمه ان شاء الله. ده كود تاني بيستخدم لحساب حجم اسطوانه، ممكن يعني تعتبروه حجم خرسانه في عمود، ممكن تستخدميه مثلا في يعني ايه. بص كده ايه اللي مكتوب، هنلاقي السطر السطر انا المفروض تقريبا اخلص، شفت ساعه ونص تقريبا، طب انا هخلص بسرعه ان شاء الله. اما دي اذا هذا السطر ليس هيتعمل له رن، هو مجرد بس ملحوظه لينا احنا بنقرا، بيقول لك ايه هو الكود، وبعدين نلاحظ بصوا الريديوس بيساوي رقم، لا يبقى معنى كده ان اللي انا شايفه ده هو وسيله لتحديد هذا الرقم، هو يعني هنبقى نشوف الحاجات دي ان شاء الله، لكن احنا ممكن نخمن يعني بين قوسين كده كاتب لك ايه، دخل الريديوس. تمام. فاذا هذا السطر هو وسيله للاستحضار القيمه عن طريق انها تقول لليوزر يس دخل الارتفاع بتاع الاسطوانه، وبعدين بتعرف الباي بيدخلها كرقم هنا، وهنشوف قدام بقى ان الباي صرف الباي، لكن هنلاقي ان البايثون من كم من احد الادوات المدمجه في الباكجز، ادوات معرفه كل حاجه، عارفه الباي بيساوي ايه، عجله الجاذبيه دي كلها، بحيث ان انت مش هتحتاج بعد كده في الكود انك تعرفه كرقم، انت بس هتقول له في الاول استحضر لي الباكج او الاكستنشن بتاع البايثون كونستانس، خلاص كده انت بقى جواه بعد كده بس تقول بس ايه الباي، تقول اي حاجه بقى تانيه، هيبقى خلاص ايه معرف. وبعدين بيحسب الحجم، بيقول لك لو باي في الريديوس في التربيع في الاتش وكده. اذا انت هنا بتقول الحسابات، بس لاحظ ان هو حط سطر نوت في النص، هتشوف ايه؟ هتشوف عندك الجزء الفوقاني ده هو عباره عن تعريف الفاريبلز، النصف القطر والارتفاع والباي، خلاص. وبعدين بسطر الملاحظات، وهنا الكالكوليشنز الحجم والمساحه، وبعدين حط لك سطر فاصل اخر، وده طلع لك فيه الاوتبوت.
هنا الامبشنز، هنا الاوتبوتس. الاوتبوت عباره عن ايه؟ برنت، يعني طلع لي على الشاشه، وبعدين هنلاحظ اي حاجه ما بين العلامتين دول دي تكست، يطلع زي ما هو، اي حروف هنا هتطلع لك او حتى ارقام، يعني طالما بين القوسين دول اذا مفيش اي كالكوليشن. وبعدين هنا بقيه الحاجات، هنا بيحط الرقم، فانت عايز تقول ايه حجم، انت عايزه يجيب الفاريبل ده يحطه هنا اهو، وبعدين بكمل الجمله، وبعدين بنفس الكلام. هو بقى لو انت عملت ران للكود ده هيطلع لك السطر ده بيقول لك ايه، ما هو قطر الاسطوانه، وبعدين يطلع لك السطر اللي بعده، ما هو ارتفاع الاسطوانه، ده كالكوليشن، مش هيطلع لك حاجه، يطلع لك البرنت اللي هو ايه السطر ده، حجم الاسطوانه هو، وراح جاب لك الرقم ده اللي هو نتيجه الحسبه، وبعدين السيرفس اريا هو، وراح مطلع لك الايه السيرفس دي. تلاحظ ان حاجه، ان لو ما كانش البرنت دي مكتوبه كان خد الانبوت وعمل الكالكوليشن وما طلعش حاجه، تمام؟ هو مش هيطلع الا لو لو انت قلت له طلع، يعني مجرد انك تقول له احسب بس، لا، الا اذا لو انت بتستخدم لغه الجوبيتر حتى من غير ما تقول له برنت هو بيطلع لك النتيجه، مجرد انك تدوس انتر يعني. انما في الباي شارب لا، لازم تقول له برنت، او هيبقى في حيله هوريها لكم ازاي من غير ما تقول له برنت يعني تشوف النتيجه، تشوفها بس برنت. جريت كالكوليتر بروجرام ده نموذج تاني عشان يحسب التقدير بتاع الطالب بناء على النسبه المئويه بتاعته. بص عليه كده ثواني، انا كان المفروض دلوقتي كنت اوريك الكود وادي بريك مثلا 5 دقائق تفكروا فيه وبعدين نتكلم، لكن ضيق الوقت مش سامح لي ان شاء الله، فاسمحوا لي يعني. ان شاء الله هيبقى فيه بقى ايه من بدايه المره الجايه هيبقى فيه كلام اكتر على نبراكتس مع بعض، وعلى الجوجل كلاس روم هنحاول نحط ايه يعني. فاول حاجه السكور، برضو هنلاحظ انبوت وبين قوسين ودخل لي القيمه وبتاع. فانت هنا اول سطر ده اليوزر احنا عارفين الحسبه بتبقى ازاي، لو السكور اكتر من نسبه كذا يبقى ده تقدير ايه، لو ما كانش كذا تقدير. نلاحظ حاجه، الكود ده ما فيهوش السطور بتاعت فيش. شايفين، انا عن نفسي شايف الكود اللي فات اللي كان فيها سطور ملاحظات فريندلي اكتر، لدرجه ان في ناس كتيره من نمرز او حتى الاورجنايزيشنز يقول لك الكود اللي ما فيهوش ملاحظات انا مش هستلمه منك. فالامر يعني مش امر رافزم، يبقى في، لازم يبقى في اكسبلينيشن يعني. لو عملت رن لدوت ده مثال اهو، يقول لك ايه الرقم كام، 56. انا كنت يعني نفتح الباب يعني، انتوا بقى ممكن يعني ايه تطبقوا ديت بنفسكم. بس كنت كل يعني بشكل سريع يعني، فاكرين الراجل الطيب ده في المسلسل كان هو شغلته بالحسابات يعني كالكوليشن، فانا بس جايب صورته يعني عشان ايه يكون ابسط حاجه هنعملها النهارده الايه كالكوليت، هنستخدم بس ككالكوليتور، بس مجرد رقمين تضربهم في بعض عشان بس يعني نكسر رهبه البرنامج يعني. انا كل اللي عايزه هنا فقط بس ان انت ايه، معذرة يعني، هنا كونكشن فيلد. طيب انا كنت اللي هو زي دوت مثلا، ممكن تقول ايه ده المفروض تدوس هنا ران هيطلع لك الرقم. انت مثلا قلت 12 استران. التجارب دي بقى ممكن نبقى نكتب يعني مع بعض، تلاحظ حاجه يعني كده تبتدي تفهم ورا بعض بالنسبه للبايثون معناها اس، عشان كده ده طلع كذا وده طلع كذا، تمام؟ معلش اسمحوا لي يعني الوقت، بس ما مش جاي هنتكلم في الحاجات دي بتفصيل اكتر، تمام؟ assignment، اسايمنت انا معايا الحل بتاعه بس انا هخفيه مش هنزله لكم. اللي يحله يبعته لنا على الكلاس روم، خلاص؟ وانا
مش يعني ده احنا لسه ما بدأناش الشرح اصلا، لكن يعني في لو حد من الزملاء عايز يعني يحط تصور ونتناقش فيه. يعني هي الفكرة كلها يا جماعة، الكرة كلها دي مش مشاريع حقيقية، احنا مش بنصنع شيء عملاق، احنا بس بنحط كيس ستاديز نتناقش عليها. واحد يحط سطر وما يشتغلش، وواحد تاني يقول له ده نسيت، يعني مش عايز يحله ما يحلوش، احنا لسه في اول الطريق جدا يعني. تمام الفكرة، بس انا بقول لك اعمل كود يحسب مساحة مثلث. وزي ما احنا اتفقنا ان البرمجة مش ان انت البرمجة قلنا ان هي تخطيط وتنفيذ، فبمعنى ان ممكن واحد شغله مش ان يكتب الكود لان احنا لسه ما درسناش بايثون، بس يقول لي الفكرة. فوالله فكرة جميلة ان ممكن اسمحوا لي نغير، نخلي الاساينمنت بتاعكم يا ريت لو كل واحد عنده حاجة في شغله او مهتم بيها يقول والله انا عندي المشكله الفلانيه وانا عايز اعمل، انا شايف ان تخطيط السوفت وير يكون كذا، اعملوها على شكل فلوت شارت تبقى ممتازه جدا جدا جدا. وممكن ناخد وقت المره الجايه نتكلم عن حاجه اللي اسمها سيدو كود، تعمل فلوت شارت للكود بتاعك عشان تبقى عارف انا هعمل ايه وبعدين اعمل ايه وبعدين اعمل ايه. ماشي، فاعتبره بس الاساينمنت ده مش المطلوب انك تكتب الكود، انسوا طلب بس تقول انا هعمل ايه ثم ايه ثم ايه. يعني زي ما احنا شفنا كده الراجل اللي كان مقسم الكود بتاعه ده، اهو ده كان مقسم الكود بتاعه، تخيل لو انا عايز اتخيل التخطيط بتاع هذا البرزنتيشن بتاع هذا الكود هقول كده الراجل ده قال انا هاجي هنا اهو، اول خطوه هجيب الانبوت بتاع الفاريبلز، هجيب الفاريبل انبوت عن طريق ان انا اخليها ريكويستد من اليوزر، معلش الخط مش حلو. وبعد ما اجيب الفاريبلز الخطوه اللي بعدها اعمل الكالكوليشنز، ماشي كالكوليشنز، وممكن هنا على جنب يكتب المعنى. ثالث حاجه هحط البرينتنج الاوتبوت بس خلاص كده. يعني ممكن ده يبقى مخطط لهذا البرنامج، انك تقول انا هعمل ايه ثم طبعا ان اي برنامج في الدنيا هو عباره عن فاريبل انبوت وبعدين كونكشن وبعدين برينتنج. بس الفكره يا اصل انا قصدي يعني ايه، هو اصلا برنامج بسيط، فانت جنب كل واحده تحط جنبها الايه، هقرا الريديوس عن طريق مسج، انما ما تقولش مثلا يعني ان انا هقرا الباي عن طريق مسج انتر ذا باي، لا ما الباي ما كونستنت، تمام؟ فتقول بتعريف يا اما باكج يا اما كده يعني. تمام يا شباب؟ بس زي كده كويز يعني، دي مجرد اسئله نظري لو حد مهتم. على مراجعه على اللي احنا قلناه، يعني ليه الناس ليه الناس بتختار البايثون، ليه شركات كتيره بتعتمد، اذكر تستخدم لغه البايثون، انت شخصيا ناوي تستخدم البايثون في ايه. اللي عايز يدرس من ان شاء الله الحصه الجايه بتاعتنا هتبقى الجمعه اللي هي مش بكره، اللي مهتم يبتدي بقى يتعرف على الحوارات بتاعت مبرمجي البايثون. تمام، في كوميونيتيز متعدده. انا عملت سيرش، اسف قبل ما اقول الكوميونيتي، مقدمه بايثون على اليوتيوب، طلع لي فيديوهات كتيره جدا 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 مقدمه بايثون. النهارده طبعا مقدمه تعبتكم معايا ساعه ونص، لكن ممكن تلاقوا فيديوهات ايه افضل، يعني هتلاقوا يعني. فممكن برضو ايه بالاضافه لمحاضره النهارده تخشوا على مقدمه بايثون على اليوتيوب. المجتمعات اللي انتم ممكن تخشوا من خلالها تتعاملوا مع الايه في البايثون وكده، انا بقترح عليكم ثلاثه، حاجه اسمها ستاك اوفر فلو، كل دول بتحتاج تقريبا تعمل ريجستر فري يعني مش حاجه. تمام، بتخش على ستاك اكستشينج او ستاك اوفر فلو وتشوف اسئله البايثون في موقع اسمه ريديت. الموقع ده بيشمل مواضيع كتيره، بس ده الرابط جروب مجتمع البايثون يعني. وفي موقع تاني اسمه باي سلاكرز، دوت برضو فيه اسئله واجابات وحوارات وكده يعني. هم دول. او في هنا جيت في زميل او زميله كتب لموقع الجيت هاب، طبعا كلام سليم جدا، موقع الجيت هاب موقع يعني رائع، بس هنتكلم عن بيتعمل بايه. في كورس بايثون هندسه مدنيه، اللي عايزه يعمل سيرش على سي اي 215 بايثون نودز،
كل طلبه هندسه مدنيه جامعه ايداهو في امريكا، يعني جعلنا الله واياكم من اهل العلم. تمام، ممكن تسيرش عليها هتلاقوا الكورس فري ومحطوط يعني بي دي اف وبرزنتيشنز وكده. ودي برضو ويب سايتس كويسه هحطها لكم تحت الفيديو برضو تستفيدوا منها، والكتاب ده لو حد مهتم. وقل ربي زدني علما، اتمنى يكون كلنا ازددنا علما النهارده. دلوقتي هبص على ده عنده سؤال ولا حاجه. لكن المحاضره كده خلصت النهارده ان شاء الله، وميعادنا هينزل على الجروب بتاع بي اي ام، وهو بشكل عام ان شاء الله يبقى الجمعه اللي هي ايه مش بكره. شويه سريعا كده على الشات لو حد عنده سؤال. جزاكم الله خيرا دكتور على المحاضرة الرائعة دي. الله يرضى عليك، أتمنى لو حد عنده الله أي يرضى عليك. مداخلة أو أي حاجة يعمل ريز هاند أو عن طريق التشات قبل ما ننهي المحاضرة، وهينزل دلوقتي رابط الحضور إن شاء الله، عشان إن شاء الله الناس اللي هتنتظم وتستمر معانا كل يوم شهادات في آخر الدورة بإذن الله تعالى. في زميل رفع ايده وانا عايز اديله المايك، صح؟ طب ممكن حضرتك يا باشمهندس تديله المايك؟ ما فيش أي مشكلة. في زميل كان طالب البرزنتيشن، احطها لكم ان شاء الله على الكلاس روم بتاعنا. زميل برضه كاتب عايز الجروب او اليوتيوب شانل، هما الاثنين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم خيرا دكتور. Thank you very much. معكم الحسين من المغرب. So I win the presentation and I will the code the classroom, please. Code the classroom. انا هحطه لكم برضه، يعني انا كنت اديته لكم في البرزنتيشن وهحطه لكم في وصف الفيديو ان شاء الله. او طريقة استلام الشهادات الباشمهندس هيقول لك عليه. شكرا. شكرا لله. اوكي، بالنسبة للي طلبوا اللينك بتاع الفيسبوك كده هحط الوصف. في زميل مصطفى صبري بيقول ان هو حاليا بيدرس الماجستير في هندسه المياه وبادفانسد ولا لا، يعني ان شاء الله ما نشوف الناس صبرها معانا قد ايه في الليفل بيجنر، ويا رب يكون في ليفل ادفانسد، انا اتمنى ذلك يعني ان شاء الله. تمام. في محاضره واحده ولا متكرره؟ لا هي متكرره كده اسبوع ان شاء الله لغايه لما نخلص. في زميل ان لينكد ان عليه كورسات وحاجات كده للبايثون. شكرا ليه. اتفضل لو حد عنده سؤال اتفضل يسال. دكتور مساء الخير. اولا كنت عايز اسال حضرتك على اللي هو الكتاب بتاع اللي هو السيفل بايثون في السيفل انجينيرنج. أيوة. انا مش لاقي الكتاب فري، انا مش فري صح؟ يعني مش عارف اجاوبك على السؤال ده يعني. ماشي شكرا. ماشي معلش. لا لا ما قلقش. في زميل بيسالني هو انا كنت في مركز البحث بحوث المياه، انا ما زلت في مركز البحوث المياه اللي في القناطر. ايوه السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله المجهود الرهيب ده الله يرضى عليك يا رب، باذن الله مفيد. جزاك الله كل خير. هو احنا ممكن يعني احب اعرف احنا ممكن
ممكن نتطرق لاستخداماته في الريفت ولا مش هيبقى في الكورس ده؟ للأسف أنا الريفت خارج تخصصي، فأنا مش هقدر يعني مش هقدر أبقى مفيد ليك فيه يعني. شكرا لحضرتك. معذرة يعني. شكرا. شكرا لله. أنا متهيألي ما فيش كده. حد عنده سؤال كان كاتبه في الشات يقول؟ باشمهندس أيوب اتفضل. لو مفيش أسئلة فأنا أشكركم جدا. جزاكم الله خيرا دكتور على هذه المحاضرة القيمة إن شاء الله، وفي انتظار حضرتك الجمعة اللي بعد القادمة بإذن الله. أنا نزلت الجوجل فورم لتسجيل الحضور. اتفضل يا دكتور. تمام. لو في زميل بيقول يعني برجاء رفع المحاضرة فأنا بقول له حاضر إن شاء الله النهاردة أرفعها بإذن الله. بإذن الله المحاضرة مسجلة وهينزل في وصفها بإذن الله جميع اللينكس للدكتور وعد اللي ينشرها باذن الله تعالى. حاضر. ان شاء الله. جزاكم الله خيرا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك. الله يرضى عليك، متشكر جدا، شكرا لكم يا جماعه. في رعايه الله.